إذا كنا نحب الله محبة صادقة من قلوبنا فمن باب الضرورة وليس من باب الاختيار أن نجد قلوبنا مع الله تحب من يحبه الله وتبغض من يبغضه الله جل وعلا. ولذلك الله تعالى أخبرنا عن هذا وذكر أنه لا يمكن أن يوجد من حقق الإيمان بالله وباليوم الآخر ثم هو يوالي ويحب ويود أعداء الله، لا يمكن. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، من المودة يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم.